السلام عليكم يا شباب، واهلا بكم في فيديو جديد من قناه الباش مدرس. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن طريقه جامده جدا للربح من الانترنت. الطريقه دي هتنفع بنسبه 90% اكتر للفتيات او للبنات، اما بالنسبه للولاد هي الطريقه مش هتبقى مجزيه قوي بالنسبه لهم. بس لو انت عايز تشتغل في الطريقه دي تابع معانا لحد الفيديو لحد اخره كده بالظبط، علشان تعرف انت هتعمل ايه بالظبط لو انت ولد وعايز تستخدم الاستراتيجيه دي علشان تكسب منها من الانترنت. ملخص الاستراتيجيه يا شباب او الطريقه اللي هنستخدمها النهارده هي ان كتير من البنات بتبقى موجوده في جروبات ليها علاقه بالمكياجات والتخسيس والاكل والميك اب والحاجات دي كلها. انت ليه ما فكرتيش في مره تستخدمي الطريقه دي ان تحققي بيها شويه ارباح كويسه ليكي؟ او انت كنت ممكن قبل كده بتشوفي مثلا بنت بتنزل بوست تقولك لو عايزه الحاجه دي او لو عايزه الوصفه بتاعت التخسيس دي خش على الرابط ده او خش على المدونه دي، هتلاقي الرابط موجود او هتلاقي الحاجه اللي هتحمليها او هتبقى حاطه لك الطريقه دي في ملف تكست، ايا كانت الطريقه اللي هتاخدي بيها الوصفه او الاعشاب اللي انت عاوزاها او الحاجه دي، بتدخلي دايما على حاجه تلاقي فيها اعلانات وكده. انا هعرفك ازاي بقى تعملي زيهم بالظبط وتلاقي البوست ممكن يجيب اكتر من 1000 كومنت و2000 لايك ومش عارف ايه. تفاعل بيبقى عالي جدا على الحاجات دي لان البنات وجروبات البنات او الجروبات اللي لها علاقه بالبنات عددها مش كبير، فعشان كده اعضائها كتيره جدا. فانا هعرفك ازاي تعملي زيهم بالظبط، ازاي تحققي ارباح ممكن يوميا تعملي $50 او $40 وانت قاعده في بيتك من غير ما تنزلي تشتغلي ولا تتبهدلي ولا تروحي ولا تيجي. وانت لو ولد برضو عايز تطبق الاستراتيجيه دي تابع معانا الفيديو زي ما قلت لك، ويلا بينا بقى على ندخل على اللابتوب عشان نشوف الشرح. بس قبل ما ندخل على الشرح يا شباب ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، تشتركوا في القناه من الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو وتدوسوا على علامه الجرس عشان اي فيديوهات انزلها جديده تبدا تجيلكم على طول. ويلا بينا يا شباب نبدا شرح الاستراتيجيه. واللي احنا هنحتاجه يا شباب في الشرح ده اول حاجه الموقع اللي احنا هنبدا نكسب منه او نربح منه اللي هو موقع TIW Link، وتاني حاجه هنعوزها شويه جروبات كده تكون للبنات وتكون جروبات متفاعله، ودول امثله لثلاث جروبات من جروبات البنات. وانا هسيب لكم فايل تحت ممكن تحملوها يبقى يكون فيه اكتر من 10 او تقريبا 10 جروبات للبنات، وانتوا طبعا تعرفوا عني في الموضوع ده واكيد البنات عارفين جروبات اكتر من كده، فده الجروبات اللي انا لقيتهم كويسين فانا هسيبهم لكم تحت. فهندخل كده وليكن مثلا على جوجل ونبدأ نكتب وصفات تخسيس، واجي هنا على جوجل صور واكتب وصفة تخسيس او اكتب تخسيس. وهنحتاج كمان لبلوجر او منصة بلوجر، ودي منصة سهلة جدا وهتلاقي المنظر ده قدامك وانا هعرفك ازاي تستخدمها دلوقتي. بس اول حاجة لازم ندخل عليها هو الموقع اللي هنكسب منه، وعلمكم ازاي تسجلوا ويبقى عندكم حساب في الموقع ده. هتدوسوا هنا على ساين اب، هتبدا هنا تكتبي يوزر نيم او تكتب يوزر نيم، هنا ايميل، هنا باسورد، وتعيدوا الباسورد هنا مره كمان، وتدوسوا على الكباتشا دي عشان يتاكد انكم مش هاكر او مش روبوت. وتدوس هنا على اي اجري وتدوس ريجستير او تسجيل، هيقول لك انت كده عملت اكونت بنجاح. انا هسيف طبعا الاكونت بتاعي على الموقع، واجي دايس هنا اهو كتب تلقائي اهو اليوزر نيم والباسورد بتوعي اللي انا سيفتهم، واجي برضو معدي الكباتشا واجي دايس على ساين ان. دي واجهة الموقع يا شباب اللي انتوا هتستخدموه. الموقع ده كل فكرته ان هنا بندوس هنا ونديله لينك وندوس على شورتن يدينا لينك تاني فيه اعلانات زي دي، والاعلانات دي مجرد ما الناس تخش عليها انا بتحسب لي هنا فلوس، وهعلمكم ازاي تسحبوا الفلوس دي. هندخله هنا على بلوجر وندوسه على مشاركة جديدة، وندخله على اي وصفة تخسيس من الوصفات اللي هنا دي، وليكن مثلا ندخله على موقع زي ده كده، وننزله هنا ناخده كوبي للكلام ده كوبي زي ما انتم شايفين كده، هناخده كوبي وندخله هنا نكتبه هنا بيست، نمسح طبعا الحتة اللي في الاخر دي
ونخلو الخط كبير شوية، نحدده كله ونخلو الخط كبير، ونكتب هنا وصفة تخسيس رائعة وسريعة، ونبدأ ندوس على نشر. هتبدأ تظهر معاك المدونة أو التدوينة اللي انت كتبتها دي هنا. هتعمل تدوينة جديدة، تبدأ تاخد صورة من الصور دي، وليكن الصورة دي هناخدوها نعمل لها Save Image As ونسيفها في أي حتة تعجبك، وليكن مثلا الديسك توب. تبدأ تنزل معاك الصورة هنا، ندخل على المشاركة الجديدة اللي احنا عملناها، ونكتب برضو هنا في العنوان وصفة تخسيس رائعة للسيدات وفعالة اي حاجة. المهم هتيجي هنا، تيجي واخد الصورة اللي انت حطيتها، تسحبها هنا كده، تبدأ تدوس على الصورة وتدوس على الحجم، مثلا عايزينها حجم متوسط او كبير، وتبدأ تنزل تحت شوية كده وتكتب هنا للحصول على الوصفة اضغط هنا، تيجي حاطط له دي في النص ومكبر الخط وتيجي مكبر ده برضو ومخليه غامق شوية، وتيجي دايس على نشر. بقى كده معاك تدوينتين، تدوينة فيها الوصفة ذات نفسها، وتدوينة تانية فيها صورة من الوصفة. اللي انت هتعمله ايه بقى؟ اللي انت هتعمله انت هتدخل الناس هنا على التدوينة الاولانية اللي فيها الصورة، وتيجي مختصر رابط مدخلهم على التدوينة التانية دي، بس في النقلة دي هتحط لهم شوية اعلانات من الموقع ده علشان يبدأ يحسب لك فلوس. فاللي انت هتعمله ان انت هتيجي هنا على الوصفة التانية اللي هي فيها الكلام بقى كله، تيجي دايس على العرض، ننزل تحت شوية كده زي ما انتم شايفين يا شباب، اهي الوصفة، اهي وصفة تخسيس الجسم بسرعة مش عارف ايه. الله اكبر الله اكبر. واخدين هنا كوبا يا شباب للوصفه الاولانيه، ونروح على الموقع بتاعنا نقول له يا عم احنا عايزين نحط اعلانات على اللينك ده، وخد اللينك اهو، وندوس على شورتن. هيبدا يدينا زي ما انتم شايفين كده رابط تاني، الرابط ده اللي هيبقى فيه الاعلانات اللي هنكسب منه. هنروح نحطه فين بقى؟ في الوصفه التانيه هنا، ندوس على تعديل وننزله تحت. لما احنا قلنا له اضغط هنا، نيجي جايبين معلمين عليها كده ودايسين على الارتباط، ونقول له لما الناس يدوسوا على الكلمة دي خليهم يروحوا على اللينك ده، وندوس موافق زي ما انت شايف كده، ونيجي عاملين تحديث. تعال بقى نتفرج على ايه اللي هيحصل لو دخلنا على الرابط التاني بتاعنا كده. وده الشكل النهائي يا شباب اللي احنا عملناه، اللي هو عبارة عن الصورة والحصول على الوصفة اضغط هنا. فطبعا انت هتاخد الرابط ده بقى وتدخل على الفيسبوك، على كل الجروبات اللي احنا عطيتها لك دي، او الجروبات اللي انت تعرفها حتى، تبدأ تعمل بوست محترم كده، البنات لو عايزين مثلا وصفة تخسسكوا في اليوم مش عارف 10 كيلو ولا دي زي ما انتوا بتقولوا كده في الشهر 10 كيلو، خشي او اكتبي لي كومنت او كلمني خاص او اي حاجة، او خش على الرابط ده وخدي الوصفة. طبعا اول ما هم يدخلوا على الرابط هيجي لهم المنظر ده، هيبدأوا ان هم يضغطوا هنا، هيبدأ يدخلهم على الموقع الاول عشان يتفرجوا على شوية اعلانات، وبعد كده يعدوا كباتشا زي ما احنا عملنا، ويدوسوا على الزرار يدخلهم على الوصفة التانية اللي احنا عملناها، ويبقى كده انت فدتهم، او في نفس الوقت انت كسبت وهم استفادوا. هتبدأ الارباح من الزيارات تنزل لك هنا بقى في الموقع. هنا هيظهر لك كام واحد دخل كل يوم، هنا هيظهر لك انت كسبت قد ايه من الموضوع ده. فتعالى كده بقى لما انت تكسب هتشوف هتسحب ارباحك ازاي. هندخل هنا على ويزدرو يعني سحب الارباح. قبل ما تدخل هنا تدوس على ويزدرو، هتيجي دايس هنا على هير،
تبدأوا بقى تملوا البيانات دي، تكتب اسمك الأولاني، اسمك التاني، العنوان، المدينة، الدولة، تختارها من هنا، وتبدأوا بقى تنزلوا تحت كده، تكتبوا هنا رقم التليفون بتاعكم، وتختاروا وسائل الدفع بتاعتكم أو وسائل السحب بتاعتكم، ودي الوسائل اللي موجودة. والدفع فوري يا شباب، يعني لو عملت نص دولار بس هتاخده في ساعتها، يعني هتكتب هنا ايميل البايبال بتاعك، تختار وسيلة البايبال، وتيجي هنا تكتب الايميل بتاعك على البايبال هنا، وتيجي دايس على تأكيد هنا على سبميت. طب تعالوا بقى اوريكم انت تقريبا ممكن تكسب قد ايه من الموضوع ده. لو نفترض ان انت اشتغلت بالموضوع ده على 10 جروبات مبدئيا كده، لو انت بنت انت الموضوع يبقى سهل معاكي، لان الجروبات كلها تقبلك، واي بوستات هتنزليها محدش هيقولك انت بتعملي ايه. انما لو ولد الموضوع يختلف معاك شويه، علشان جروبات البنات دي ممكن الادمن اصلا بيبقوا بنات وما بيدخلوش ولاد في الجروب ده، فانت لو ولد مش هتعرف تشتغل الشغل اللي انا بقولك عليه ده. فالحل اللي انت ممكن تعمله انك تعمل اكونت بايميل او اكونت باسم بنت، وتبدا تشتغل زيك زي الناس بالظبط، بمجرد بس ان هو الاسم مختلف وحاطط اي صوره، المهم ان انت تبدا شغل. اما لو بنت طبعا مش هتواجه اي مشاكل. خلينا بقى نعرف انت ممكن يوميا تحقق قد ايه من الطريقه دي. ولو دخلنا هنا كده على الاله الحاسبه، لو اشتغلنا على 10 جروبات بس، يعني هنعمل كل يوم 10 بوستات واحنا قاعدين في بيتنا، وكل بوست دخل لي منه 200 زاير بس، يعني احنا لو اتكلمنا 10 بوستات في 200 زاير من كل بوست، هندخل هنا على 2000 زياره في اليوم. والموقع ده بيحسب لك اللي هو موقع TIW Link. تعال نشوف كده هيحسب لك على كل 1000 واحد يدخل عنده من خلالك هيديك كام. هتدخل على باي اوت ريتس، يعني بيديك كام على كل 1000 واحد. ننزل تحت شوية كده، لو انت طبعا احنا عرب فهنهتم بالعرب شوية، تحت هنا هم السعودية والكويت بقى والامارات وقطر ومصر والناس دي كلها، معاك من 6 7 8 دولار، يعني قول فرنج 7 دولار. يعني انت لو يوميا على كل 1000 هتاخد 7 دولار، يعني انت لو قلتي جبتي 2000 بس واحد في اليوم دخلوا، 2000 على كل 1000 7، يعني انت كده هتجيبي 14 دولار يوميا، يعني اللي هم كام بالمصري يا عم، اللي هم 14 دولار في 18 جنيه ممصري 252 جنيه، قول 250 جنيه في اليوم من غير ما تروحي ولا تشتغلي عند حد ولا تتعبي نفسك، 250 جنيه في اليوم، 14 دولار في اليوم، يعني كام في الشهر لو ضربتهم في الشهر كده نشوفوا بقى هيعملوا راتب محترم ولا لا. في 30 هيعملوا 420 دولار، لو حسبناهم في بالمصري بقى كام، في 18 هيعملوا 7560 جنيه، يعني راتب مهندس في مصر. فطريقة سهلة جدا يا شباب، ان شاء الله لو عجبكم الشرح ده تعملوا لايك، لو عايزين طرق جديدة ما تنسوش تسيبولنا تحت في الكومنتات، او تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان اي حاجات جديدة هنزلها تبدأ تجيلكم على طول. والسلام عليكم ورحمة الله. وبكده نكون خلصنا شرح النهاردة يا شباب، عايزكم تستنوني ان شاء الله في اي شرح جديد هيجي. بس علشان تشوف الشروحات اللي جاية ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده، وتنزل تحت على الزرار الاحمر تعمل اشتراك، او تدوس على زرار سبسكرايب، وتفعل زرار الجرس، او تدوس على زرار الجرس والتنبيهات، علشان اي فيديوهات جديدة ننزلها تجيلك على طول او تظهر لك اول ما تفتح تطبيق اليوتيوب. شكرا لكم يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.